هكذا بدت الترتيبات عندما حطت طائرة جرحى تعز في مطار زافر الذي كان كل من فيه مستنفراً لاستقبال الجرحى القادمين بعد رحلة طويلة. اكتظ المطار بسيارات الإسعاف وعشرات الأطقم الطبية التي رافقت الجرحى منذ وصولهم للمطار حتى المستشفى. بالسجاد الأحمر وماء الورد بدت الأجواء في المطار أكثر إنسانية، ونقل الجرحى الذين حالتهم حرجة إلى المستشفى مباشرة وبشكل يجسد دقة التنظيم، بينما انتظر البقية استكمال الإجراءات في صالات الانتظار. تنوعت إصابات الجرحى الواصلين وفئاتهم العمرية، واختلفت معها طرقهم في تمضية الوقت. محمد باسم، وبالرغم من إصابته والبرد الشديد، إلا أنه لم يستطع كبح رغبته في اللعب كطفل حرم من هذا الحق طويلاً. أنا وقعت بقذيفة من حق الحوثي، بتروني رجلي اليمنى، أجينا إلى العلاج في تركيا، الآن في الثلج نلعب، أما تعز ما نلعبش لأنه حرب حق الحوثيين. عانى محمد كثيراً، لكنه ما زال طفلاً لا تعترف أمنيات قلبه بسقف الممكن. كنت اشتهم يخلوا أمي وأخواني يجوا بس ما خلونهمش. محمد برفقة باقي الجرحى نقلوا إلى مستشفى مدينة أفيون الذي سيقضون فيه فترتهم العلاجية ما لم تتطلب حالتهم الصحية غير ذلك. هنا في مستشفى أفيون الحكومي حط 142 جريحاً من محافظة تعز رحالهم كدفعة أولى، تليها دفعة أخرى خلال الأيام المقبلة ممن أصيبوا حديثاً. شروق القاسمي، لقناة بلقيس، مدينة أفيون التركية.